لكن دائما السؤال المطروح أين هو وزير الثقافة من هذا الأمر؟ كيتدرجوا ما عرفناش من نهار جا هذا المجلس البلدي ما حققش شي حاجة. اليوم هو لا يختلف اثنان على ان هذه المعلمة التاريخية فهي اصبحت آيلة للسقوط، وربما نحن الاسفيين اصبحنا نعتبره هو امرا حقيقة امر مخزي، لانه هذا الملف طاله كثير من التماطل وطرح في عديد من المرات، ولكن دائما السؤال المطروح اين هو وزير الثقافة من هذا الامر، خصوصا ان هذا الملف طرح في كثير من المرات في قبة البرلمان وعبر مجموعة من المراسلات ديال الهيئة الحقوقية. فاليوم بات لزاما على ان الساكنة التي اصبحت واعية بالامر واصبحت واعية بالملفات التي عالقة، لربما نحن نقول بانها اصبحت وكانها ارادة سياسية موجهة تجاه هذه المدينة التي اصبحت مستضعفة لا حول ولا قوة لها، بدل من اننا نشوف مشاريع اللي هي ضخمة تحاكي المشاريع التي تقام في مجموعة من المناطق، وقد لا نذهب بعيدا ففقط على مستوى الجهة مثلا كمراكش، فكنشوفوا انه كاين واحد النوعية ممتازة في طرح هذه الملفات في طرح هذه البرامج التنموية، الا اننا في اسف نعاني حتى فقط من اجل الحفاظ على واحد المنسوب اللي هو ثقافي ويرمز الى واحد الحقبة اللي هي ربما قد تجسد الهوية المغاربية بصفة عامة قبل أن تجسد الهوية الأسفية، وبالتالي فهذا مطلب الشارع ومطلب الساكنة بدون قبعة لا سواء من الإعلاميين أو الحقوقيين. اليوم كل انضم إلى الساكنة من أجل إيصال صوت واحد، ألا وهو يجب التفاعل بشكل جدي مع قصر البحر، شأنه شأن مجموعة من المعلمات التاريخية قبل أن نتحدث عن أشياء ثانوية، لأن أنا أقولها في ظل مقاربة تشاركية تجمع جميع المجالس المنتخبة، فهذا أمر يجب تصدير برنامج يتم من خلاله عرض الأولويات والتعامل مع الأولويات قبل الثانويات. اليوم كنشوف أن المجالس المنتخبة فهي تتعامل مع أشياء اللي هي ثانوية، والميزانية ضخمة توجه في أشياء ربما قد لا نأخر بأن لا قيمة لها، ولكن في حد الساعة نحن في غنى عنها في ظل لم نتعامل مع الأمور اللي هي تعتبر أولوية بالنسبة للمدينة. وشكرا. اليوم جينا كساكينة ماشي كن بدون كاسكيت، جينا ندوا بهذه المهزلة، لأن ديجا كانت خصت واحد الميزانية في المجلس السابق اللي هي 13 مليار و400 مليون سكتوا عليها، والحالة راه كنشوفوا فيها ديال هذا قصر البحر اللي هي معلمة تاريخية صراحة، كاين أولويات اللي قبل من قصر البحر، ولكن قلنا اليوم ننظموا هذه الوقفة بحال الوقفات تاع الكورنيش، نخرجوا نبينوا للساكنة بأننا حنا ما غنسكتوش، حنا راه ديما معاهم في النضال، ربما هذه هي البداية وغادي تصعد شوية النضال من وقفة احتجاجية من جميع أشكال النضال، غنراسلوا الهيئات المسؤولة لأن حشومة عيب وعار. الكورنيش جاز ديال المهزلة دابا كنشوفوا تاريخ ينضطر، والسلطة كتشوف والمسؤولين كيشوفوا، حشومة عيب وعار على آسفي. المعلمة التاريخية الوحيدة اللي كدل على ثقافتها وتدل على رغم أنه بناء ديال المستعمر، ولكن حتى حنا كانت عندنا بناءات في البرتغال اللي هي ديال الناس ديال الأندلس، ولكن حشومة عيب وعار نشوفوا هذا الشيء. المسؤولين كيتدرجوا ما عرفناش من نهار جا هذا المجلس البلدي ما حققش شي حاجة، حتى شي حاجة ديال التنمية ما دارت مدينة آسفي. الخراب راه حنا كنشوفوا فيه بإضافة للشباب راه مهمش، البطالة، كاينة أزمة اقتصادية كنعرفوا عالمية، وكاين آسفي كتعيش انحطاط صراحة. شنا حاجة زوينة اللي هي ديال المشروع ديال سيدي بوزيد راس البعا، هذاك زوين، الكورنيش مازال ما ندويوش عليه، قصر البحر راه كيطيح دابا بحالو بحال الشباب،
يوميا الشباب كيموت في قوارب ديال الحريق، وقصر البحر هذه المعلمه اللي كنشوفوا راه سير كتريب وامام اعين المسؤولين، رغم زياره وزير الثقافه، رغم شحال من حاجه كيقولوا تيفاتات خصات لها ميزانيه ضخمه ما شفنا منها والو. الحضور ديالي اليوم ككل مواطن غيور على هذه المدينه هذه السعيده، للاسف انا واخا مريض جيت نحضر لهذا الوقفه الاحتجاجيه اللي بكل صراحه مهمه، وهاد مدينه اسفي فيما كانت شي وقفه احتجاجيه كينوضوا السلطه المحليه كتجند المرتزقه ديالهم باش ما تنجحش الاحتجاجات من اجل مصلحه المدينه، وللاسف هذا واقع في اسفي. انا كنوجه المواطنين الغيورين لهاد المدينه، راه ما يمكنش يغير شي واحد شي حاجه الا نتوما ولاد البلاد، ان هاد المدينه نهبوها، وخير دليل انتم كتشوفوا هاد خسر البحر الحاله ديالو الوضعيه ديالو كيعيشها، رغم الميزانيه اللي كتخصص ليها من طرف الدوله البرتغاليه. لهذا اوجه نداء للغيورين الاحرار على ابناء مدينه اسفي، فاش ما كانت شي وقفه من اجل مصلحه المدينه خصهم يحضروا. السلام عليكم، بعدا معكم عبدي قموط من ابناء مدينه اسفي. هاد المهزله اخويا حميم مو، لنا الشرف بعدا نخرجوا في هاد الصفحه ديالكم هاد القناه المحترمه. هاد المهزله اخويا اللي هي اللي كتحس في نفسنا، اللي كنفيقوا ونعسوا بها كل نهار في مواقع التواصل الاجتماعي، وما كنشوفوش شي رد من الجهات المختصه من ضمنها وزاره الثقافه. السيد وزير الثقافه كناشدوه باش يخرج في الصفحه الرسميه ديال الوزاره وينبه الراي العام ويعني نورنا، واش هاد المآثر التاريخيه غادي يتم الترميم ديالها ولا غيتم الازاله ديالها، بحكم غيكون شي مشروع سياحي يعني غيكون فيه سي استثمار للمدينه. هادشي حنا بغينا نفهموا. الور مواقع التواصل الاجتماعي عينا ما ناجدوا هاد الناس، عينا ناجدوا السيد العامل، عينا ناجدوا عبر الصفحات ديالنا، ما كاينش ولا مجيب. هاد الناس ما عرفناش واش حنايا من دافع الضرائب لهاد المملكه الشريفه، وحنا كنساهموا في اقتصاد الوطن ديالنا وكنحبوا وكنحبوا سيدنا الله يسره، وكنتمناوا تدخل ملكي ان شاء الله عاجل لمدينه اسيا بصفه عامه. حنا دابا موضوعنا خويا هو موضوع ديال قصر البحر القلعه البرتغاليه، الور كنتمناو من سيدنا الله يسره يكونش تدخل. اليوم احتجاجا على المآل ديال قصر البحر بمدينه اسفي، هو ماشي على البنايه فقط كبنايه، ولكن على الرمزيه ديالها اللي هي كرمزيه تاريخيه اللي كترمز للحضاره، كترمز للتاريخ، كترمز للجغرافيا، وكدل كذلك على استهتار ديال المنتخبين وديال الوزاره وديال المسؤولين على الشان الثقافي في المدينه وفي المغرب كامل. هو ان هذه المسائل ما دام انها لا تدر الربح ولا تدر المال فهي لا تعنيهم بشيء، وكل المسائل الرمزيه اللي كاينه في المغرب او لا في اسفي فهي مآلها الاهمال، لان الانسان لما كانش كيربط ما بين الثقافه وما بين التاريخ وما بين التنميه ديال المدينه ديالو، ما يمكنش ان نتمنوا منه او نترجوا منه انه يكون انسان. كنحيوا كذلك الساكنه ديال اسفي، كنعاودوا نذكروها بمآل اليها هذا الوضع ديال قصر البحر اللي هو معلمه تاريخيه ديال مدينه اسفي، شاهدة على التاريخ، شاهدة على حضارة. طبعا الحال توجد على قصر البحر دابا في الجزء الأمامي، فما بالونا بالجزء الخلفي اللي خار وهوى وانهار وسقط في البحر، جزء أمامي. بطبيعة الحال كاين دائما وعود من المسؤولين بلا تخص أغلفة مالية باش يكون إصلاح والترميم، لا شيء من ذلك. تكلموا كذلك عن وقف سكك الحديد اللي كتمر بالجانب ديالو اللي تاهي كتساهم في الهدم ديالو، لا شيء من هذا. لا حديث عن مستقبل الميناء المعدني، الحال كما كتشوف ساكينة. باش يوصلكم الجديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.